برحب بيكم مشاهدي عين على البرلمان في الجولة الأولى النهاردة اللي هنتابع فيها آخر وأهم الأخبار، سواء الخاصة بالشأن البرلماني أو غيرها من الأخبار العامة اللي بتهم حضراتكم في جميع المجالات. هنفتح النهاردة ملف التصالح في التعديات على الأراضي الزراعية بعد إقرار لجنة الإسكان بالمجلس لمادة في قانون البناء الموحد. هنسجل مشاركتكم علشان نسمع آرائكم في هل توافقون على التصالح في مخالفات البناء بشكل عام والبناء على الأراضي الزراعية بشكل خاص. هنستقبل مشاركتكم على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، واللي عنده فيديو بيظهر أي وضع سلبي يبعتوا لينا على رقم الواتساب اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة. بس خلونا في البداية نروح لفقرة الأخبار. تعقد اليوم لجنة الإصلاح التشريعي ورشتي عمل للقضاء ومنظمات المجتمع المدني بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتي تستضيفها وزارة العدل وتشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد أن قامت ورشتي أساتذة الجامعات ووجهات إنقاذ القانون بالاستماع خلال الأيام الماضية إلى مقترحاتهم وإرسال هذه المقترحات إلى الأمانة العامة للجنة لإعادة صياغتها في شكل مواد قانونية. تفاصيل أكتر معانا على الهواء زميلنا محمد بهاء. محمد، إزيك يا محمد؟ تفاصيل أكتر عندك اطلعنا عليها، اتفضل. برحب بيكي هند وبالسادة مشاهدي عين على البرلمان. كما ذكرتي احنا متواجدين في وزارة العدل، حيث ورشتي العمل اللي بتنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومشاركة من وزارة العدل، هاتان الورشتان بحضور قضاة من النقد والاستئناف ورجال النيابة العامة وقضاة مكتب النائب العام وأيضا قضاة القضاء العسكري. ورشتين عمل مستمرين حتى 15 يناير، وأيضا هناك ورشة موازية أخرى بمشاركة أساتذة الجامعة والمراكز البحثية، كلها بصدد إجراء تعديلات حول مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من خلال معالي المستشار هشام حلمي، وهو المتحدث باسم الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية. برحب بك معالي المستشار. يعني خلينا نعرف في البداية الهدف الرئيسي من هذه الورش العمل، ويعني لماذا نحن بصدد تعديل أو بعض التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية؟ الهدف احنا علناه من قبل، هناك اهداف تقريبا 5 اهداف يهدف لهم المؤتمر، رأسها طبعا النظر او اعادة النظر في مواد قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بما نص عليه الدستور 2014 من نصوص يتعين ادراجها تعديلا او تحديثا في قانون الاجراءات الجنائية. الهدف الثاني طبعا هو النظر في مسألة سرعة التقاضي، النظر في الدعاوى قليلة الأهمية، كيف يمكن أن ننهي مثل هذه الإجراءات، سرعة الإجراءات أمام المحاكم الجنائية بما لا يخل بمبادئ المحاكمة المنصفة. هذا الهدف الأساسي. طيب خلينا نعرف من حضرتك برضو أبرز المقترحات داخل ورشة العمل. يعني في بعض المواد أنتم تتحدثون حول تعديلها زي الاستدعاء الشهود وغيرها، خلينا برضو نعرف من حضرتك أبرز المقترحات حول مواد قانون التعديل الجنائي. أنا بس أحب أول أوضح أني كان في ورشتين بدوا يعتبرا من 2 يناير وانتهوا أمس، الورشة الخاصة بأساتذة الفقه الجنائي والمحامين. الورشة حقيقة انتهجت نهج بدأت تراجع قانون الإجراءات الجنائية مادة مادة، يعني مش بس مقترحات فقط، لا كل النصوص، لدرجة ان احنا اضطررنا ان احنا هنعمل جلسة اخرى تكميلية لهذه الورشة. الجلسة دي خاصة بأساتذة الفقه الجنائي، وان شاء الله هتكون يوم 18 بعد انتهاء الورشة الخاصة بالقضاء واعضاء النيابة العامة. اليوم بدأت الورشة الخاصة بالنيابة العامة وسادة القضاء والقضاء العسكري يناقشوا نفس الامور. نحن في هذه المرحلة نحتاج إلى الكثير من المقترحات التي يراها البعض من المحتكين احتكاك مباشر بقانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية زي ما قلت قبل كده قانون كويس يحتوي على مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها، بل على العكس الدستور أضاف ضمانات جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية. كل ما نحتاجه هو تطوير قانون الإجراءات الجنائية، تطويره ليواكب العصر، تطويره لكي نخرج من مسألة تكدس القضايا ومكوثها فترة طويلة أمام المحاكم، سواء كانت الجنايات أو الجنح أيا كان نوع هذه الجرائم. بس عايز أضيف كمان حاجة مهمة جدا، أن محاور المؤتمر لا تقتصر فقط على قانون الإجراءات الجنائية، بل يمكن أيضا أن تشمل المقترحات الخاصة بتعديل التشريعات الجزائية الخاصة. هناك تشريعات جزائية
عمليه خاصه على سبيل المثال قانون مكافحه الارهاب رقم 94 سنه 2015، الكيانات الارهابيه، سوق راس المال، كسب غير المشروع، كل هذه التشريعات تشريعات خاصه تحتوي على اجراءات. نحن نريد ان نوحد الشريعه العامه في الاجراءات. انا عاوز يعني خليني طيب اسال حضرتك، خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن تعديل او مقترح تعديل قانون الارهاب رقم 94 لعام 2015. يعني بنتكلم ان احنا عايزين عداله ناجزه فيما يخص هذا الشان، شان محاربه الارهاب، واحنا طبعا يعني عارفين ومدركين تماما خطوره ما يحدث في هذه الفتره الحاليه. احب اوضح ان قانون مكافحه الارهاب هو قانون خاص يسري على الوقائع المتعلقة بالإرهاب، ولكن أيضا لا تنسى أن هناك شريعة عامة تحكم الإجراءات الجنائية وهي قانون الإجراءات الجنائية. فالأولى بداية أن نبحث تطوير وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان هناك نص أو أكثر يتعلق بقانون الإرهاب نبحثه. الاقتراحات متعددة، إنما أقدر أقول لك يعني إن هي كتيرة جدا. طبعا تقريبا أساتذة الفقه الجنائي أعتقد كل منهم قدم مقترح. هناك مقترح يتعلق باستئناف الجنايات على درجتين، مقترح يتعلق بإعادة النظر في منظومة الأحكام الغيابية، تطبيق المبدأ الدستوري أن المتهم له حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة. هناك تعديلات تتعلق بحماية الشهود والنظر في تدابير أقل تكلفة في مسألة حماية الشهود. هناك مقترحات تتعلق بالأمر الجنائي وتفعيله وتوسيع الدائرة بتاعته. هناك مقترحات متعلقة بالصلح بالحبس الاحتياطي وبأداء الحبس الاحتياطي. المحاكمات الغيابية يا فندم. المحاكمات الغيابية دلوقتي من حق المتهم وفقا للدستور أن يدافع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة، ممكن أن ينيب عنه أحد. ولكن طبعا هذه الأمور في ظل المقترحات تحتاج بعد هذه المقترحات أن نناقشها في محاور عامة ثم تضبط في صياغة لكي توضع في قانون الإجراءات الجنائية. يعني نحن نعلم أن هناك مؤتمر عام سيشارك فيه جميع الجهات المنوطة بهذا الشأن خلال آخر هذا الشهر وهو حوالي 29 يناير. هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات محددة بشأن تعديلات أو مشروع قانون الإجراءات الجنائية. نعم، هذه التوصيات سوف تصاغ بعد ذلك في صياغة تمثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية. نحن الآن بعد ما ننتهي من الورش الأربعة هنجمع كل هذه المقترحات، هنعيد تبويبها، ثم نقترح مجموعة من المحاور وليكن مثلا 10 محاور يتم طرحها مباشرة على المؤتمر لمناقشتها. رغم ان القضاء هم اكثر الجهات يعني العارفه بمشكلات هذا القانون وعواره قانون الاجراءات الجنائيه، الا ان وزاره العدل واللجنه العليا للاصلاح التشريعي يعني كانت حريصه انها تشرك جميع الجهات، اساتذه الجامعه، المراكز البحثيه. يعني خلينا نعرف الهدف من هذه المشاركه، ويعني اظن عايزين نسمع كل الاراء. بالضبط، حيت الامر احنا عايزين كل المقترحات من كل المحتكين بقانون الاجراءات الجنائيه، سواء كانوا قضاة أو أعضاء من النيابة العامة أو كانوا مستشارين في الاستئناف أو حتى في المحاكم الابتدائية. هذا بالإضافة إلى أساس الفقه لما يمثله من الفقه من أساس مهم جدا فيما يتعلق بضبط الفلسفة الحاكمة لتشريع الإجراءات الجنائية. المنظمات الحقوقية، المراكز البحثية، المجتمع المدني المشارك، أضف إلى ذلك جهات إنفاذ القانون. إحنا سمعنا الشرطة قدمت مقترح كبير جدا، هيئة الرقابة الإدارية ركز على بعض المقترحات الهامة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، وحدة غسل الأموال كان لها برضو مقترح، البنك المركزي. نحن نريد مشاركة علمية عملية شعبية كمان للوصول إلى لكي نحرم أحد إطلاقا من المشاركة في تعديل مثل هذا القانون الذي نعتبره قانون هام يأتي بعد الدستور مباشرة في الأهمية. يعني خلينا نعرف برضو ونأكد المعلومة، لورشة العمل أو ورش العمل بشكل عام مستمرة حتى 15 إن شاء الله هتنتهي يوم 15، بالإضافة أن هناك ورشة إضافية خاصة بأساتذة الفقه الجنائي هتبقى يوم 18، ثم هنعكف بعد كده الفترة بعد انتهاء الورش إلى أن يتم عقد المؤتمر زي ما اتحدك على إعداد محاور رئيسية لطرحها في المناقشة العامة بإذن الله. شكرا معالي المستشار، كنت معنا ضيفة في عبر. يعني خليني اقول لك هند، دي كانت تفاصيل ورش العمل اللي بتعقدها اللجنه العليا للاصلاح التشريعي ومشاركه من جميع الجهات المنوطه باجراء تعديلات حول قانون الاجراءات الجنائيه، موجود في ورش العمل قضاه النقد، قضاه الاستئناف، قضاه مكتب النائب العام، وايضا قضاه القضاء العسكري ورجال النيابه العامه، اضافه الى ورش اخرى بيشارك فيها اساتذه الفقه الجنائي واساتذه الجامعات والمراكز البحثيه، والمفروض هيخرجوا بتوصيات عامة ومحددة حول مشروع قانون إجراء أو مشروع قانون إجراء الإجراءات الجنائية كما قلت لك. والمؤتمر سيكون آخر شهر يناير، وعودة مرة أخرى لك في الاستوديو.
شكرا لزميلنا محمد بهاء، ونرجع تاني لفقرة الأخبار. قال مصدر طبي بشمال سيناء أن مستشفى العريش استقبل 9 شهداء و11 مصابا من قوات الأمن وأربعة مدنيين حتى الآن. وأوضح المصدر أن الشهداء والمصابين تم نقلهم من موقع التفجير الذي تعرض له كمين شرطة غرب العريش على يد مجموعة إرهابية أطلقت النار على الكمين. وبعد تبادل إطلاق النيران اقتحمت سيارة مفخخة الموقع وانفجرت، وسقط شهداء ومصابين من صفوف القوات وتضررت منازل المواطنين. طيب بينضم إلينا عبر الهاتف، طيب التليفون فصل. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وفدا من ممثلي صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات مع الوفد واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر، بجانب بحث جذب استثمارات جديدة. زي ما احنا شايفين قدامكم حضراتكم على الشاشة، ده أثار التفجير الإرهابي اللي حصل صباح اليوم في شمال سيناء. طيب بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف سويلم المحلل المحرر العسكري. أستاذ أشرف أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أشرف حضرتك سامعني؟ أستاذ أشرف؟ طيب واضح إن في مشكلة في التليفون، هنحاول نرجع له تاني ان شاء الله. وطبعا يعني زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اثار التفجير اللي حصل النهارده في صباح اليوم من شمال سيناء بالعريش. خالص العزاء للشهداء طيب يرجع لنا تاني الاستاذ اشرف سويلم المحرر العسكري. استاذ اشرف البقاء لله، تفاصيل اكتر عن الحادث يا فندم اتفضل. في الواقع نفذت عناصر تنظيم بيت المقدس عملية إرهابية في تمام الساعة 7 باكر صباح اليوم، مستخدمين سيارة مفخخة، هي سيارة جمع قمامة تم الاستيلاء عليها منذ أسبوع تقريبا من وسط مدينة العريش، وتم تفخيخ السيارة، وقام أحد الانتحاريين الذي يقود السيارة باقتحام الكمين وتفجير السيارة في المبنى الخاص بكمين قوات الشرطة المجاور لنقطة مطافي حي المسعيد بمدينة العريش. طبعا التفجير عمل خلل في المنطقة وأعقبه عدة تفجيرات أخرى بقذائف ار بي جي من قبل العناصر التكفيرية، أسفر عن استشهاد 8 أفراد من قوات الشرطة، 6 مجندين و2 من أمناء الشرطة، علاوة على إصابة 11 مجند آخرين، وأصيب 12 من المدنيين المقيمين بجوار الكمين، استشهد احدهم منذ قليل ويدعى عطيه شحاته عمره 70 عام من المدنيين الاثنى عشر المتواجدون حاليا يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام، من بينهم سائق سياره اسعاف يدعى السيد زكي محمد 38 عام اصيب اثناء توجهه بسياره الاسعاف لنقل الشهداء، وتلقى 3 رصاصات في البطن حالته حرجه. الشهداء من جنودنا تم نقلهم من المستشفى العسكري بالعريش، وايضا المصابين يتلقون العلاج حاليا. عثر على جثمان او جثه احد المنفذين من ده بالاضافه الى جثه الانتحاري قائد السياره الاشلاء، تم العثور على جثه اخرى ايضا من المنفذين، نجحت قوات الشرطه من تصفيه هذا العنصر. وطبعا كان في كمينين اخرين، كمين شرطه مجاور لكمين المطافي، كمين بجوار بنزينة أخرى محطة وقود حدها 3 كيلو متر تعرضت لهجوم أيضا، وكمين آخر ثالث لقوات الشرطة تعرض لهجوم، ولكن يبدو أن الهجوم على الكمينين الآخرين كان من نوع من إشغال القوات عن المهمة الرئيسية وهي استهداف الكمين الخاص بالمطافي. هذا الكمين تعرض لهجمات سابقة ونجحت القوات بالفعل في إسقاط أو إحباط هذه الهجمات. عايزين نشير لنقطة هامة جدا، قوات الشرطة في مدينة العريش نجحت خلال الفترة الماضية بالقبض على 15 ل 20 عنصر من العناصر الخطيرة جدا في تنظيم بيت المقدس، لذلك كانت مدينة العريش بتشهد هدوء تام خلال الفترة الماضية. ولكن طبعا نجاح الجيش الثالث الميداني في إحباط هجوم في وسط سيناء منذ 3 أيام وقتل 9 عناصر غاية الخطورة، بالإضافة إلى إسقاط شبكة خطيرة من العناصر التكفيريه من عناصر الصف الاول،
ده يمكن ربما اعطى العناصر ان هي تحاول الانتقام، تنفيذ عمليه انتقاميه ردا على ما حدث. لكن طبعا هذا الحادث يعني ربما ياخذنا الى نقطه هامه، ان مدينه العريش ما زالت يعني منطقه ملتهبه وخطيره بسبب سيطره الجيش على مدينه الشيخ زويد ورفح واجبار العناصر على الفرار منها باتجاه مدينه العريش وباتجاه وسط سيناء، وطبعا في سيطره عسكريه كبيره. طيب استاذ اشرف، الوضع الامني هناك ايه دلوقتي؟ الوضع الامني الان طبعا محيط الحادث بيتم تمشيطه وبيتم ملاحقه العناصر التكفيريه المهاجمه اليوم، لانها ليست بعيده عن المكان، مختبئه في اماكن قريبه، وقوات الشرطه الان بقياده مدير امن شمال سيناء اللواء سيد الحباب بتقوم بملاحقه العناصر التكفيريه لسرعه القبض عليها، وهي مش هتبعد بعيد عن المنطقه دي لان في مناطق اخرى خلف هذه المنطقه مؤمنه من القوات. فطبعا القوات العناصر منتشره في او فرت لاماكن قريبه من هذا من مكان الحادث، بيتم ملاحقتها وتمشيط المنطقه في الوقت الحالي. وطبعا اشلاء بالنسبه لاشلاء الجثه الانتحاري اللي نفذ العمليه بالاضافه للجثه الاخرى بيجري التعرف عليهم لتوسيع دائره الاشتباه بشكل اكبر. نعم. طيب الاستاذ اشرف سويلة من المحرر العسكري، شكرا ليك يا فندم. بينضم الينا عبر الهاتف ايضا العميد خالد عكاشه مدير المركز الوطني للدراسات الامنيه. سياده العميد اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك والساده المشاهدين. سياده العميد، كيف قرات هذا الحادث الاليم؟ يعني قرأت عن يعني في هناك إصرار من قبل التنظيم الإرهابي في شمال سيناء لاستهداف العريش بشكل مكثف. كنا الأسبوع الماضي إزاء عملية إرهابية موجهة ضد شركة النظافة العامة، تم استخدام عبوات حارقة وتم إحراق وإتلاف كثير من ممتلكات هذه الشركة وكانت موجودة مقرها داخل مدينة العريش. إصرار التنظيم الإرهابي على استهداف مدينة العريش أكثر من مرة يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى إعادة نظر في تأمين مدينة العريش، خاصة وأن هناك نجاح كبير في مناطق كانت أصعب خلال الأعوام الماضية وهي مناطق الشيخ زويد ورفح. المنطقتين اللي كانوا يشهدوا معظم النشاط الإرهابي أصبحوا الآن مؤمنين بشكل جيد ومسيطر عليهم من قبل القوات العسكرية والقوات الأمنية. التكرار المتوالي للدخول إلى العريش العاصمة واستحداث مجموعة من الأهداف الجديدة، ربما النهاردة إحنا إزاء مبنى خدمي يحوي. طب سيادة العميد، ده معناه إن في تمركز في العريش ولا هم بيجوا من بره للإرهابيين، خاصة إن حي يعني المساعيد ده حي سكني؟ يعني كلا الاحتمالين واردين، وهناك ضرورة أن يكون هناك تم تقديم مساعدات من قبل بعض العناصر الموجودة داخل المدينة، وإلا لم يكن التنظيم الإرهابي سيستطيع الوصول إلى مثل هذه النقاط. وكما أشار أستاذ أشرف منذ لحظات أن كان هناك محاولات لارتكاب أعمال إرهابية متزامنة في نفس التوقيت، وأيضا كانت داخل محيط مدينة العريش. يعني هناك حرية حركة ما بتمتلكها التنظيمات الإرهابية داخل المدينة، إما أن هناك ثغرة أمنية تتيح لهم أن يدخلوا إلى المدينة من عمق الصحراء في جنوب مدينة العريش، أو هناك مساعدات يتم تقديمها من داخل المدينة من قبل مجموعات تأوي هذه العناصر أو تخفي السيارات وتجهيزاتها بالتفخيخ وخلافه. هذا الأمر يعني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مهاريين من المفترض أن يكونوا قد استغرقوا وقتا للإعداد لمثل هذه العمليات. طب سيادة العميد، هل مستوى تعاون الأهالي مع الجيش قل شوية ولا إيه الحكاية بالظبط؟ لا، الحقيقة الأهالي طوال الوقت المدنيين بيقدموا كل الدعم للقوات العسكرية والقوات الأمنية في شمال سيناء بكاملها. عندما نتحدث عن مساعدات من داخل المدينة يعني بنتحدث عن شيء طبيعي وشيء منطقي أن يكون هناك عناصر صالحة وهي الغالبية العظمى وتحارب بقوة ويتم إسقاط مدنيين بيتم استهدافهم من قبل التنظيمات الإرهابية، لكن يتوقع أيضا أن يكون هناك بعض من العناصر المتعاونة وعناصر منضمة إلى التنظيم بصورة أو بأخرى. هذا المشهد موجود في كل الأماكن على مستوى ليس مصر وحدها ولكن على مستوى العالم،
لكن المعاونة والتعاون ما بين الأهالي في سيناء وما بين القوات المسلحة والأمن في أفضل صوره وبيترجم لكثير من النجاحات، وهناك يعني تقدير متبادل من كلا الطرفين. الأهالي هم يدفعون ثمن باهظ لوجودهم تحت نيران هذه العمليات الإرهابية وتحت الضغط والتهديد الإرهابي طوال الوقت. هم احتملوا أشياء كثيرة وتضييق كثير في ممارسة حياتهم الطبيعية. وعندما نتحدث عن رفح والشيخ زويد وساعدنا جميعا وسجلنا فرحة كبيرة جدا لأهالي هذه المدن وهم يعودون إلى مدنهم وإلى قراهم وممارسة أعمالهم مرة أخرى بعد فترة من الخروج، حقيقة كان شيء مشرف وشيء رائع للغاية. الجميع في هذه المنطقة يعني يحمل على كاهله ثمن التهديد الإرهابي. بنتحدث عن ضرورة تطوير المنظومة الأمنية داخل مدينة العريش نفسها، هي مدينة معقدة بكتل سكنية كبيرة ومتسعة عن أي مدينة أخرى في شمال سيناء، ولها ظهير صحراوي أيضا يزيد المشهد تعقيدا، لذلك يمكن أن يتم التطوير بصورة أو بأخرى. طب سيادة العميد، الأسبوع اللي فات لما اتسرقت سيارات شركة المية الجميع تيقن أن أكيد السيارات دي هيتعمل بها عمليات إرهابية، فين اليقظة الأمنية يا فندم؟ وده اللي حصل بالفعل النهاردة الصبح. تمام، يعني احنا بنتكلم على زي ما كنا بنشير من لحظات، احنا بنتكلم على مدينة معقدة، على مدينة بها كتل سكنية. عندما نتحدث عن مساعدات بيتم تقديمها، هذه السيارات ما يعني تم سرقتها وتم إخفائها، وتم إخفائها في بيوت داخل مدينة العريش ومن مواطنين من مدينة العريش. لا أريد أن أعيد هذا الطرح يعني. يعني لو ما كانتش في مساعدات من داخل المدينة لم تكن هذه العملية ستنجح. استخدام سيارة مفخخة في هذا التوقيت مع الظرف، أحوال جوية سيء للغاية في هذه المنطقة، تكاد تكون انعدام للرؤية في ساعات الفجر الأولى وفي ساعات الصباح، تحرم القوات الأمنية من القدرة على المتابعة الجيدة والمتابعة التي تمكنهم من يعني من مجابهة هجمات معقدة مثل هذه الهجمات. تمام. التنظيم الإرهابي عارف ان الأمر صعب، ولذلك استخدم سيارة مفخخة واستخدم قذائف RPG، يعني تعامل بالمدى الأصعب في الأسلحة. أكيد طبعا يا فندم، شكرا سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية. نستكمل مع بعض أخبارنا. قال طارق خولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب أن الدكتور أسامة غزالي حرب رئيس لجنة العفو التقى مع وزراء التربية والتعليم والتضامن والشباب ضمن سلسلة جلسات ستعقد خلال الفترة القادمة للبحث عن أفضل أوجه للتعامل في الاندماج المجتمعي وفق قرارات العفو الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف الخولي أن الجلسات القادمة ستضع معايير واضحة تنفيذية لكيفية عودة المفصولين الذين استنزفوا مرات الرسوب داخل الجامعة ومن فقدوا عملهم والذين يستلزم ضرورة إيجاد فرص عمل أخرى أو عودتهم لما كانوا يعملون فيه، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف بالأساس رفع أي حالة إحباط عن الشباب المفرج عنهم وإعادة إدماجهم للمجتمع. وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسية أن اللجنة لها ثلاث توصيات أرسلتها للجهات التنفيذية، وهي الفصل داخل السجون بين المحكوم عليهم في قضايا رأي ونشر وبين المتورطين في عمليات جنائية وبالأخص الإرهابيين، لأن يحدث استقطاب للشباب المحبوسين وهو ما يستلزم ضرورة حمايتهم وتعديل مواد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية حتى لا تكون عقوبة. ونفى النائب طارق الخولي حقيقة كل الأرقام المتداولة على بعض المواقع الإخبارية بخصوص إعداد قائمة العفو الثانية، مشددا أن دور لجنة العفو كلجنة استشارية ينتهي بتسليم القوائم، فالجهة صاحبة القرار وهي مؤسسة الرئاسة هي المنوط بها إعلان الأعداد والأسماء المتعلقة بقرارات العفو الرئاسي. وتابع الخولي أن اللجنة قد انتهت من مراجعة القائمة الثانية وكتابة توصياتها وتقريرها المرفق، حيث ستعرض قريبا على مؤسسة الرئاسة، وبمجرد تسليمها القائمة الثانية سوف تشرع بالبدء في إعداد القائمة الثالثة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نطلع لفاصل قصير ونرجع ليكم تاني، انتظرونا.
برحب بيكم مرة تانية مشاهدي برنامج عين على البرلمان، ونستكمل مع بعض فقرة الأخبار. بتواصل اليوم 4 لجان نوعية بمجلس النواب بتواصل أعمالها في إطار خطة العمل التي أعلنتها الأمانة العامة للانتهاء من عدد من المشروعات بقوانين المحالة إليها، حيث تعقد لجنة الثقافة 3 اجتماعات للانتهاء من مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، والإسكان تنهي قانون التصالح في مخالفات البناء، والصناعة تنهي منح تراخيص المنشآت الصناعية وتطوير صناعة المركبات، والتضامن بتحاول انتهاء من قانون ذوي الإعاقة. تفاصيل أكثر عن مشاريع القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس النواب ينضم إلينا زميلنا محمد مبروك. محمد مبروك، إزيك؟ اتفضل. مساء الخير واهلا بكم مشاهدي عين على البرلمان. من امام مجلس النواب نتابع اجتماعات واخبار اللجان النوعيه المختلفه. هذه اللجان التي تنعقد اليوم في ظل عدم اجتماع الجلسه العامه، عدد من اللجان تناقش مشروعات قوانين والاستعداد لطلبات احاطه مختلفه وجديده. على راس هذه اللجان لجنه التضامن الاجتماعي، واحده من لجان البرلمان الذي تنشغل هذه الايام بعدد من الموضوعات المختلفه. مزيد من التفاصيل حول هذه الاجتماعات المختلفة بينضم إليها من أمام مجلس النواب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، وأيضا النائب هاني مرجان عضو لجنة التضامن. برحب بيكم أولا. نبدأ من عند سيادة النائب. سيادة النائب، يعني مشروعات القوانين المطروحة عليكم الموجودة داخل لجنة التضامن الاجتماعي. بص، هي اللجنة في بداية دول انعقاد الثاني خلصت قانون من أهم القوانين، قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، واحنا في اواخر دول الانعقاد الثاني كنا ابتدينا نشتغل على قانون مهم ثاني اللي هو قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. كنا اشتغلنا على قانون قدمته زميلتنا هبه هجرس وعدد من النواب، واحنا تضامنا معاها وكنا قطعنا فيه شوط كبير وعملنا حوالين منه حوارات مجتمعيه، وبعدين دخلنا دول الانعقاد الثاني فالحكومه قدمت قانون هي كمان كانت شغاله عليه. فاجتماعات اللجنه دلوقتي بتعمل مقارنه ما بين القانون اللي اللجنه تقدمت بيه والنصوص الوارده بيه وقانون الحكومه والنصوص الوارده بيه عشان نطلع بنص نهائي يحقق الاكبر مصلحه للاشخاص ذوي الاعاقه، سواء بنصوص من القانون اللي اللجنه تقدمت بيه او بنصوص بالحكومه قدمته، بحسب ايه النص اللي يحقق المصلحه اكتر. وبالاضافه كمان الى انه اللجنه كانت بتشتغل مع الحكومه على قانون التامينات الموحد اللي هو يخص اصحاب المعاشات، فده برضو احنا ابتدينا ناخد فيه خطوات جاده لان الحكومه برضو هتقدم قانونها خلال الاسبوع القادم او خلال ايام وهنبتدي برضو نشتغل عليه. فيما يتعلق بقانون الجامعات اللي اقره مجلس النواب وراح الرئاسه، هذا القانون يعني الى الان تقريبا لم يصدق عليه، و من ضمن المواد القانونيه بتقول انه لابد من التصديق على هذا القانون في خلال 30 يوم والا يعد قانون نافذ. بص يا فندم، هو القانون مدته بتتحسب او مده اصداره بتتحسب من تاريخ ارساله لرئاسه الجمهوريه، واحنا في مؤتمر الشباب الاخير وده كان بعد ما المجلس وافق على القانون بفتره، كان السيد رئيس الجمهورية جاله سؤال بخصوص القانون فسأل الدكتور علي عبد العال وكان قاعد في الصف الأول، قال له هو القانون أنتوا أرسلتوه لينا؟ فالدكتور علي عبد العال قال له أنه لم يرسل بعد لمؤسسة الرئاسة. قال المجلس انتهى منه بس كان بيضبط صياغته لغويا وقانونيا قبل أن يتم إرساله للرئيس. اللي أنا واثق منه تماما يعني أنه المدة القانونية ما زالت قائمة، لأن الواضح أنه راح لرئاسة الجمهورية متأخر ما بين، يعني كان في فتره زمنيه ما بين موافقه لحد امبارح تقريبا الناس تقول انه عدى 35 يوم بس لم يرسل. ما هو انت بتحسب الفتره الزمنيه من تاريخ ارساله لرئاسه الجمهوريه، يعني لو انت ما ارسلتوش لرئاسه الجمهوريه المده ما بتبتديش تتحسب. فلو هو راح بعد 15 يوم هيبقى انت تعد 15 يوم من تاريخ الارسال مش من تاريخ موافقه البرلمان عليه. وانا يعني هو ان عاجلا او اجلا يا اما سياده الرئيس هيقره يا اما البديل الثاني اللي هو الدستور كفله الرئيس الجمهوريه ان هو يعيده للبرلمان ويطلب اعاده المناقشه حوالين بعض مواد فيه. سواء حصل كده او حصل كده احنا كبرلمان هنتفاعل مع دون عشان نطلع افضل حاجه للصالح العام. اسمح لي يعني اخيرا اريد ان اسالك ايضا فيما يتعلق بتصريح لك بالامس او الامس بيتكلم عن سعوديه الجزيرتين، جزيره تيران وصنافير. هو التصريح كان بشكل واضح ما يلي: لما اثيرت القضيه دي فور توقيع الاتفاقيه، الائتلاف اللي انا بنتمي ليه ائتلاف دعم مصر استقدم عدد من الخبراء سواء من الموجودين في الدوله والوزارات المعنيه او الخبراء بشكل عام، وطرحوا السبب اللي عشانه بني موقف الحكومه المصريه.
في ضوء ما تم عرضه علينا من وثائق وخرائط معترف بها دوليا، كان أنا قلت إني إلى الآن يثبت صحة موقف الحكومة المصرية. خلاص قلت، وعلى الرغم من كده الأمر ما 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 ما, ما يمنعش إنه لو أي خبير أو أي مواطن أو أي جهة علمية تقدمت بوثيقة لم تؤخذ في الاعتبار، إحنا كمجلس كده كده هيجي لنا الملف باللي الحكومة اعتمدت عليه، وإحنا هنطلب المرفقات اللي تقدمت في المحاكم على اعتبار إن كان في قضايا وصدر فيها أحكام، وهنفتح المجال لأي مواطن سواء كان من داخل البرلمان أو من خارج البرلمان إن هو يتقدم بأي وثيقة يرى إنها لابد أن تؤخذ في الاعتبار. اللي بقوله بس إنه إلى الآن إخواننا المعترضين على الاتفاقية الوثائق اللي هم بيقدموها ليست وثائق معترف بها دوليا، قد تكون وثيقة معترف بها داخل مصر أو معترف بها داخل السعودية، لكن لما هنروح للتحكيم الدولي لو الأمر استدعى ده لازم تكون الوثيقة اللي انت بتعتمد عليها العالم معترف بيها، وإحنا عندنا وثائق تقسيم الحدود المعترف بها هي وثائق ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد سقوط الخلافة العثمانية، واللي غالبا اتعملت بإيدين الدول اللي كانت محتلة معظم الدول العربية. ده في وثائق بدأت تظهر في السوشيال ميديا من الأمم المتحدة كمان. مفيش إشكال خالص إن أي وثيقة بهذا الغرض يتم تقديمها، أهلا وسهلا. يعني عايز أقول إيه، في فرق ما بين ان انت تقول انا هعمل دوري وتبقى بتصدر تخويل لمؤسسات الدولة وده انا ارفضه قولا واحدا، وان انت تقول ايه انا من اول ما الموضوع تم اثارته بعمل دوري اطلعت على اللي الدولة اعتمدت عليه والى الان ارى ان هو يعزز موقفي. طب افرض بقى نائب من النواب ولا اي طرف من الاطراف طرح لنا وثيقة، اهلا وسهلا. كم النائب هاني مرجان، سيادة النائب عايز اعرف منك فيما يتعلق بموضوع الجزيرتين لربما لك راي مخالف. طبعا احنا كنت اتمنى ان الحكومه ما تعرضش الاتفاقيه دلوقتي، احنا في انتظار حكم قضائي واحنا بنحترم احكام القضاء، وانا شايف ان شاء الله في الاخر احنا زي ما قال الاستاذ محمد ابو حامد مش عايزين نخون مؤسسات الدوله. صحيح. في الاول وفي الاخر احنا كلنا بنعمل في اطار واحد وهو خدمه الشعب المصري، لكن ان شاء الله عندما تتعرض رسمي على المجلس ان شاء الله هيكون لنا رد تاني من داخل القاعه. خلينا ارجع معاك تاني كمان على قضايا التضامن الاجتماعي، واحنا بنتكلم على مشروع قانون المعاقين وده واحد من مشروعات القانون المنتظره من اللجنه، وصلتوا فيه لايه؟ وانا عارف انه في مشروعين قانون. احنا النهارده امام مشروعين مقدمين، مشروع من لجنه التضامن خدنا فيه شوط كبير قوي واشتغلنا عليه عده شهور، وقانون اتقدم مؤخرا من الحكومة واحنا جاري المقارنة بين القانونين وان شاء الله هنختار الافضل للشعب المصري. ملامح القانونين ايه؟ والله انت عارف ان قانون ذو الاعاقة ده كان يعني بقاله 30 سنة ولا اكتر من 30 سنة، يعني في قوانين النهاردة في مواد النهاردة كان محتاجة تغيير، ان شاء الله جاري المقارنة بين النصوص القانونين وهنختار الافضل للشعب المصري. طب سيادة النائب واحنا بنتكلم كمان عن برنامج الدعم، برنامج اسف الاصلاح الاقتصادي، هذا البرنامج ربما البعض اشتكى من انه ما فيش اجراءات حمائية للطبقات الفقيرة والطبقات محدودة الدخل، لجنة التضامن في البرلمان المصري كيف تنظر إلى الإجراءات الحمائية اللي خدتها الحكومة بشأن تقليل الأعباء على الطبقات الفقيرة وإحنا بنمر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؟ والله أنا شايف أن الحماية المجتمعية في الأيام الأخيرة كان مهم جدا بعد ارتفاع سعر الدولار وأنه عمل تضخم غير عادي في الأسعار، أنا شايف أن الجهات الرقابية قايمة بدورها كويس، وشايف أن أجهزة الرقابة النهاردة سواء في مؤسسات الدولة أو مع رجال الأعمال، وانا شايف ان الشعب المصري حاسس ان اجهزه الرقابه بتمسك كل يوم مفسدين هم اللي بيتسببوا في ارتفاع الاسعار والغلاء اللي احنا شايفينه حاليا. سياده النائب هاني مرجان بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. شكرا سياده النائب محمد ابو حامد. هذه هي الاجواء وهذه هي اخر المستجدات من داخل لجنه التضامن، واحده من بين اللجان النوعيه التي تناقش الشؤون الجاريه داخل البرلمان المصري. نشكركم على حسن المتابعه واليكم مره اخرى. شكرا لزميلنا محمد مبروك، وشكرا لضيوفنا ضيوفك الكرام النائب محمد ابو حامد والنائب هاني مرجان. قال النائب عمرو وطني عضو لجنه تقصي حقائق الاسكان ان اللجنه تلقت تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات حول وجود مخالفات كثيره داخل عدد من شركات قطاع الاعمال اللي بتعمل في مجال الاسكان والتعمير واللي بتقوم بمزاوله كل الانشطه المتعلقه بالتنميه العقاريه للاراضي والمباني والمنشات، وكذلك تقسيم الأراضي وتزويدها بكل أنواع المرافق وإنشاء وتأجير وبيع جميع المباني، وللشركة إنشاء وإدارة واستثمار جميع المنشآت السكنية
والإدارة والسياحة والترفيهية وكل المشروعات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض. وأوضح النائب في بيان له أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لشركة النصر للإسكان والتعمير عقب دراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن مخالفات كثيرة للشركة من قطع غيار مفقودة وتالفة وغير صالحة للاستخدام تدخل ضمن أصول الشركة ويتم تقييمها وإضافتها للمخزون حتى يزل حساب الشركة دائما بأرباح وهمية. وأضاف النائب أن تكاسل الشؤون القانونية للشركة أدى لخسارة قطعة أرض بمساحة 43 كيلومترا، لافتا إلى أن المسؤولين بالشركة يعلنون أنها ليست بها وقائع فساد. من جانبه قال خالد عبد العزيز فهمي عضو اللجنة أن ما يحدث داخل الغرف المغلقة في شركة النصر للإسكان سوف نكشف عنه خلال الأيام المقبلة بعد ظهورهم في المخالفات الكبيرة والتي تسببت في خسارة الدولة منه لما يقرب من 10 مليارات جنيه، وهو أمر من الصعب السكوت عنه. تفاصيل أكتر بينضم إلينا عبر الهاتف النائب عمرو وطني عضو لجنة الإسكان. سيادة النائب، لقيته إيه يا فندم في شركة النصر الإسكان؟ وتحياتي لحضرتك في الأول. تفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، تفضل يا فندم. والله يا فندم إحنا حضرتك كنا لجنة الإسكان في التقصي الحقائق والتقرير السنوي اللي هو بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات. إحنا حضرتك لما رحنا اللجنة وبحثنا عشان معايا. أنا مع حضرتك يا فندم، اتفضل. سيادة النائب حضرتك سامعني كويس؟ أيوة يا فندم سامع حضرتك. اتفضل يا فندم. هو يا فندم إحنا لما الجهاز المركزي للمحاسبات بحثنا طبعا ملف الشركات ديت وشركة النصر بالذات، لقينا إن في الشركة دي التنازل عن حق الشركة وتقاعسي الشؤون القانونية. الأول حاجة خدوا الحكم الأول من الدرجة الأولى، كان في ارض حوالي 43 فدان. ف 43 فدان يا فندم دول يعني حوالي اكتر من 180 الف متر. تقدر الارض دي حاليا ب 28 مليار جنيه. في تقاعس من الشهود القانونيه ان هي خدت حكم في سنه 2008 من حكم الدرجه الاولى، وبعد كده يدعي صاحب الارض كمال غنيم كسب القضيه. طب الشهود القانونيه كانت فين يا فندم؟ من سنة 2008 حتى وقتنا ده اللي هم خدوا الحكم في 2016 في شهر 7 اللي فات. أرضه تقدر ب 28 مليار ملك الدولة وملك الشعب المصري كله وتهدر بهذا الطريق. تاني يا فندم. طبعا بحمل أنا بحمل طبعا الشؤون القانونية إن الإصدار المالي العام أرض النهارده 180 ألف متر ب 28 مليار جنيه. لا مبلغ كبير طبعا يا فندم، اتفضل. وعندهم مخالفات كتير جدا، يعني هم عندهم زي ايه يا فندم؟ زي ايه يا فندم؟ عندهم يا فندم في اسناد اعمال من الجهاز المركزي الجهاز المركزي شفناه اسناد اعمال بدون رقابه. عندهم النهارده في قانون حاجه اسمها المزايدات والمناقصات بيدوا بالامر المباشر لمقاولين كتير جدا، وهذا غير قانوني. يعني النهارده لازم يبقى في شفافيه وفي منافسه ما بين الشركات المقاولات اللي بتخش. عندهم بيدوا للمقاولين اعتماد او اسناد بالامر المباشر، وده مخالف طبعا للقانون في القانون المزايدات والمناقصات. عندهم مخالفات كتير جدا يا فندم. طب يعني اجمالي اهدار المال العام في شركه النصر يا فندم بيقدر بكام؟ والله يا فندم احنا طلبنا منهم يعني اسناد او طلبنا منهم الملفات بتاعتهم كلهم، وهم ادونا مهله لغايه 10 ايام هيجيبوا لنا كل الملفات اللي عندهم. لكن لسه ما عملتوش حصر بالمبالغ المهدره؟ لا يا فندم لسه، بنعمل حصر لسه حاليا. الحصر شغال يعني ان شاء الله. تقرير الجهاز المركزي يا فندم بيقول ايه؟ يعني غير المخالفه اللي حضرتك قلت عليها. ما هو فندم النهارده لما يكون في اسناد اعمال بدون رقابه او بدون مزايده او مناقصه هيترتب عليها حاجات كتير طبعا. حاجات كتير جدا يا فندم، وحضرتك النهارده انت لما بتدي بالامر المباشر غير لما حضرتك طبعا بيبقى في منافسه ما بين طبعا المقاولين وبياخدوا، ده طبعا مخالف للقانون. دي اصلا في حد ذاتها دي كارثه يعني.
طيب سيادة النائب عمرو وطني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، شكرا لحضرتك يا فندم. نستكمل بقية أخبارنا. هي الحقيقة مش خبر ده، هي في مشكلة، في خناقة ما بين هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وبين وزارة التنمية المحلية والتخطيط، وده بسبب مبنى جديد في التجمع الخامس. المفترض ان الهيئه العامه للثروه السمكيه بتقول ان هي مالكه المبنى ده، وقالت في بيان رسمي ونشرته عبر الانترنت، انما مساعي وزارتي التنميه المحليه والتخطيط انها يعني الاستيلاء عليه. الهيئه قالت في بيانها ان العاملين في حاله غضب شديد، وان ما يحدث سيؤدي الى مجزره بين العاملين في الهيئه والجهات الحكوميه الاخرى، مؤكده ان هناك من يسعى لبيع العاملين في الهيئه مقابل مجاملات مع وزاره التخطيط والتنميه المحليه. واوضحت الهيئه انه رغم امتلاكها عقودا مبرمه واوراق تثبت امتلاكهم للارض والمباني المقاومه في التجمع الخامس والتكلفه التي انفقت على المبنى، الا ان وزاره التنميه المحليه بتحاول بشتى الطرق الاستيلاء على المبنى بقوه، وارسال شركه الكهرباء والتليفونات كمان لتركيب عدادات باسم وزاره التنميه، لولا ان تدخل رجال الهيئه ومنعهم من تركيب اي شيء باسم وزاره التنميه المحليه. طيب هنعرف تفاصيل اكتر من الاستاذه زينب الغمري، عضو اللجنه، عضو المكتب الفني لهيئه الثروه السمكيه. استاذه زينب اتفضلي يا فندم. اتفضل، ميرسي على ذوق حضرتك. بالفعل كل اللي حضرتك لفتي انتباه المشاهدين ليه حاصل بالفعل. قد تم اجتماع امبارح مجلس في وزاره التخطيط مع وزير التنميه المحليه ومع وزير التخطيط ومع وزير الزراعه، وأجلوا الاجتماع لحد إن شاء الله يوم الخميس الجاي. بخصوص إن هم يحددوا موقف الهيئة بتاعتنا الثروة السمكية من المبنى. ولحد دلوقتي إحنا مش فاهمين معالي أحمد زكي بدري بيتعامل بالطريقة دي إزاي. هي المشكلة دي حصلت من إمتى يا أستاذة زين؟ بقالها قد إيه موجودة؟ داخلة بقالها شهرين. ومعانا كل الورق وكل المستندات وكل ما يثبت ملكيه الارض وملكيه ترخيص المباني. ومش عارفين بس يا استاذه زينب، هو مفترض ان انتوا يعني هيئتين حكوميتين، يعني ازاي يحصل خلاف زي ده؟ يعني دوله بالظبط كده. ده بقى بالاساليب الملتويه بالمحسوبيه، مش عايزه يعني اتدخل في الموضوع دوت. احنا كل اللي احنا عايزينه ان المبنى يرجع لينا بمنتهى التحضر وبمنتهى الادب. طيب خليكي معانا يا استاذه زينب. بينضم الينا ايضا عبر الهاتف النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه. سياده النائب تحياتي لحضرتك يا فندم، هتحل الخناقه والمشكله دي ازاي يا فندم؟ اتفضل. سياده النائب حضرتك معايا؟ طيب هنحاول نجيب سياده النائب تاني. كملي يا استاذه زينب، كملي يا فندم. احنا عايزينه هيبه الدوله ترجع. اللي بيحصل دي من مهاترات ومن يعني الاساليب الملتويه بتاعت معالي الدكتور احمد زكي بدر. بصي يا فندم، احنا بنتكلم في قضيه وفي مشكله، مش عايزين يعني نتطرق لاي اشخاص بعينهم، يعني احنا بنعرض المشكله وبنحاول ان احنا نلاقي لها حلول. طيب انضم الينا النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه. سياده النائب تحياتي لحضرتك يا فندم. المشكله دي هنعمل فيها ايه يا فندم؟ اتفضل. لا يعني هي زي ما سيادتك تفضلتي، هي ازمه ما بين جهتين يعني حكوميتين. انت عارفه احيانا بيبقى في تضارب احيانا في الجهات صاحبه الولايه، مش على المباني بس، ده على المباني وعلى الاراضي وعلى يعني دي مشاكل احنا بنقابلها. anyway يعني خليها حضرتك تعمل لنا مذكره بالموضوع وتبعتها لي على البريد في مجلس النواب باسمي. وهنفحص الموضوع ونشوف تتحل ازاي بالصالح العام. لكن مما لا شك فيه اكيد وزاره التنميه المحليه لها اسباب موضوعيه، وبرضه الطرف الثاني هنستمع الى راي، يعني هي بس تعمل لي مذكره مدعمه بالمستندات ونشوف الموضوع وان شاء الله نحله على خير. طب يعني مثل تلك الخلافات يا فندم، هل في آلية لحل هذه المشاكل؟ طبعا بصي، مصر دولة قديمة وفيها كثير من التشريعات، والحقيقة الأربع سنين ما بعد الثورة اللي كان فيه يعني تعطيل كامل للمؤسسات والتحديات اللي احنا شايفينها دلوقتي، أخذت الدولة في حتة
تانية بالنسبة للأولويات عشان نبدأ نطهر يعني القوانين والتشريعات اللي المفترض تتحدث. دي ده اللي انت بتقولي عليه ناتج المشكلة دي ناتج اللي انا بقولك عليه ان في تضارب في القوانين، تضارب في الاختصاصات، تضارب في اللوائح التنفيذية. احيانا الملكيات بتبقى يعني فيها نوع من انواع الشيوع، مش الحالة اللي حضرتك بتتحدثي عنها بس، لا ده في حالات كثيرة على مستوى الجمهورية بتتشابه مع هذه الحالة. الحل بتاعها ايه؟ الحل ان الاطراف بيقعدوا مع بعض على المستويات سواء العليا كوزراء او كرؤساء قطاعات متولين على مائدة مستدير. لو القيادات قعدت مع بعض مع المسؤولين اللي هم المباشرين على الموضوع ممكن يحلوها في قاعدة واحدة. الفكرة انها بس تطلع يعني تظهر بالنسبة لأولويات العمل. فأنا عشان كده بس أنا مش قدامي مستندات ويمكن أنا ما حضرتش المداخلة بتاعتكم من البداية، لكن اللي أنا فهمته من حضرتك يجعلني أن أنا أقول لحضرتك خليها تعمل لي مذكرة مدعمة بالمستندات وهنفحصها ونحلها إن شاء الله. شكرا سيادة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا، بس قبل ما اختم معاكم كان في امبارح معانا عقار في يعني حاجه مهمه جدا بصراحه، لان امبارح كان دخل معانا احد المواطنين المصريين واشتكى ان في طابق من 11 دور في منطقه الطوابق بفيصل. هيئه الصرف الصحي كانت بتعمل مشروع جنب العماره وحصل ميل بسبب الحفر اللي بيعملوه أدى إلى ميل هذه العمارة. طبعا إحنا حاولنا أن إحنا نتكلم مع ناس كتير جدا لكن هم لم يردوا علينا، لكن سيادة المستشار أحمد العراقي عضو المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بصراحة يعني استقبل تليفوننا وعرف إيه المشكلة وطلب من هذا المواطن التوجه إليه فورا. والنهاردة بصراحة كان في استجابة زي ما أنتم شايفين قدام حضراتكم، استجابة من جميع مؤسسات الدولة وأيضا عملوا لجنة من النيابة الإدارية علشان تعاين العمارة. وزي ما أنتم شايفين قدام حضراتكم معانا المستشار محمد عبد الحافظ. أيوة سيادة المستشار. أيوة يا فندم. من النيابة الإدارية، اتفضل يا فندم. حضرتك رحت وعينت يا فندم؟ والله بناء على تعليمات اللي جات لنا الصبح من السيد معالي المستشار رئيس الهيئة احنا نزلنا معاينة فورية للعقار، واحنا اوريدي دلوقتي موجودين في العقار ومعانا المختصين في الحي. الاجراءات المتبعه طبقا للقانون تم اتخاذها، واحنا في انتظار دلوقتي راي جهه فنيه لتحديد مدى امكانيه رجوع السكان للعقار ورد الشكوى بتاعه السكان. طب يعني قراءه حضرتك للمشكله دي ايه يا فندم؟ والله هي القراءه تحتاج لراي فني، وفعلا المختصين في الحي بعتوا ياخدوا راي كليه الهندسه. واحنا على الفور اتصلنا بالسيد معد التقرير من كليه الهندسه وهيحضر بكره ان شاء الله، وان شاء الله في غضون يمكن 48 ساعه تكون المشكله محلوله باذن الله. 48 ساعه يا فندم بجد؟ يعني نتمنى بجد يا فندم، بجد يا فندم. لا احنا يعني احنا بنشكر طبعا النيابه الاداريه لان انتوا كنتوا يعني اسرع حد اتحرك واستجاب لنا اول ما عرضنا المشكله. يعني المشكله دي احنا عرضناها امبارح الساعه 4 والحمد لله الوفد كان موجود النهارده الساعه 10 الصبح، فده يعني لا ما فيش اي مشاكل خالص. واحنا انتقلنا ومعانا الحي كله باداراته كامله، وخاطبنا كل الجهات المعنيه اللي قدمت تقارير بحثيه وفنيه بشان العقار، وان شاء الله في خلال 48 ساعه هينتهي الموضوع باذن الله. طيب سياده المستشار شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام ان شاء الله برضو هنتابع المشكله دي لحد ما ان شاء الله تنحل واللجنه ان شاء الله توصل لتقرير وافي عن ملابسات هذا المشكله او هذا الحادث. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهايه جولتنا في عين على البرلمان، انتظرونا الساعه 4 وتحياتي الى اللقاء.